أنا رايحة بالكاتبة الوطنية لمنظمة نساء الاتحادات. اليوم حنا مستمرات في الحملة الترافعية الخاصة بمنظمة نساء الاتحادات اللي الغاية ديالها هي مناهضة العنف ضد النساء وإقرار قوانين وطنية تحمي النساء من مختلف أنواع هذا العنف. حيت حسب الأرقام الرسمية والأرقام الصادرة عن الجمعيات الحقوقية والنسائية بما في منظمة نساء الاتحادات، لاحظنا على أن هناك ارتفاع متواتر في أعداد النساء اللواتي هن ضحايا العنف. بالإضافة لعنف المتعارض الجسدي اليوم بعد ظاهرة جديدة في المجتمع المغربي الرقبي اللي فيه تتعاني النساء إما من التحرش الجنسي إما من الاستغلال الجنسي إما الاستدراج لممارسات الجنس إما الابتزاز إما الاستغلال الصور بطرق غير قانونية إما التشهير والابتزاز والسب والقذف وغير ذلك واستعمال الصور في مواقع غير أخلاقية إن صح التعبير. وبالتالي هذه الأمور هذا العنف الرقمي بالنسبة لنا أصبح آفة تحتاج منا إلى ترسانة قانونية حقيقية من أجل مواجهته، خاصة أنه هذا العنف فيه الضحية تصعب عليها النسيان وطبيعة الجريمة المرتكبة ضد هذه الضحية تكون عابرة للمدينة اللي هي المحيط اللي ساكنة فيه، إذا كان حي إذا كان مدينة إذا كانت منطقة ولا كانت بلاد، هو عنف عابر للدول وللحدود وكذا. وبالتالي تنعتقد أنه إلا ما درنا استرسانة قانونية حقيقية تتساعدنا على مناهضة العنف الرقمي الموجه ضد النساء والفتيات في بلادنا، فأعتقد على أنه غادي تكون عندنا أرقام أكثر وأفضح السنوات القادمة وغادي ترتفع ضحايا هذا العنف. طبعا هناك من يقول انه ما عندناش غير العنف الرقمي، وعندنا اللفظي وعندنا الجسدي وغير ذلك. لهذا احنا تنقولوا بانه المنظومه القانونيه الوطنيه بما فيها القانون 113 خصو يتبدل، خصو يتغير، خصنا نديروا عقوبات صارمه في هذا الباب، وبالتالي من خلاله غادي نغيروا مجموعه من المواد اللي كاينه في القانون الجنائي لتشديد العقوبه على كل الممارسين لهاد الاشكال ديال العنف اللي هي مدانه وطنيا ومدانه على المستوى الدولي. السيده المحليه ديال مراكش حضروا اليوم في هذا اللقاء ديال النساء منظمة النساء الاتحاديات على مستوى جهات مراكش اسفي، اللي الموضوع ديالها هو مناهضة العنف ضد النساء تحديات وافاق. هاد الندوة هذه اللي كتجي في ظل الايام الاممية لمناهضة العنف ضد النساء وكذلك الشراك الوطني حول تغيير منظومة الاسرة. العنف ضد النساء هو واحد المسألة مجتمعية بغيت نبدا بالاستاذ بالخصوص يعني كتهتم بخصوص اننا نسلطوا الضوء على واحد الظاهره اللي غاليه وكتستفحل وغادي كتكسر مع يعني ما عبد الرحمن التكنولوجي سي عبد الرحمن اللي قال لنا في البدايه ديالو الرجل يدافع بكرامه والمراه تدافع بانصاف. النساء يعني هو واحد المساله اللي خصنا ندخل لها مدخل مداخل عده، ولكن اهمها المدخل القانوني لان ستكون عندنا مدونه اسره ضامنه للمساواه وضامنه للعدل بين كل اطرافها رجالا ونساء واطفالا وفتيات. مدونه الاسره كذلك اللي خصها تكون فيها اللغه ديالها هي تكون لغه حقوقيه ومرجعيه حقوقيه. كذلك نهيب بالمنتخبين وبالسياسات العموميه تدخل للحد من هذه الظاهره، على اعتبار ان المنتخبين لنا واحد الدور كبير جدا في يعني خص تكون واحد ميزانيه مستجيبه للنوع الاجتماعي، كذلك يعني الازقه والدروب وتكون امنه والفضاء العام يكون امن، كذلك تسطير العديد من المشاريع المدره للدخل والتمكين الاقتصادي للنساء على اساس ان الاستقلاليه الماديه للنساء هي الضمانه الاساسيه اللي كتجعل النساء يعني كيتفادوا التعرض ديالهم للعنف. شكرا. اكيد اننا اليوم نشارك الى جانب منظمه النساء الاتحاديات حول موضوع هو ذي اهميه وذي حساسيه مفرطه في المجتمع نظرا لمدى لانه يلامس مساله العنف بصفه عامه ومساله العنف الموجه ضد المراه بوجه خاص. والاكيد ان العنف الموجه ضد المراه يحتاج الى اليات تشريعيه، اليات مؤسساتيه وقانونيه، والاكيد ان هذا اللقاء اليوم هو فرصه لتداول مجموع الاليات المؤسساتيه
الشرعيه والتشريعيه لتحقيق سبل الالتقائيه والتكامل فيما بين القوانين لتحقيق نوع لتحقيق حمايه قانونيه تجاه المراه وحمايه خاصه لهذه المراه خصوصا المراه في وضعيه عنف. ولماذا؟ لان الامر يستدعي النهوض باوضاع المراه الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه والقانونيه. وبطبيعه الحال تبقى اهم المداخل التوعويه في هذا الباب هي عقد مجمل اللقاءات والندوات العلميه بشان التحسيس بالقوانين الواجبه الاتباع لحمايه المنظومه الاسريه بوجه عام وحمايه المرأة بوصف الخاص على اعتبار أن المرأة هي كيان أساسي في المجتمع وهي البنية أساسية في المجتمع وهي نصف المجتمع وبالتالي تربي النصف الآخر وبالتالي فالحماية تبقى واجبة وقائمة في حد ذاتها. وشكرا. توضيح الرأي العام بالنسبة للأستاذة رحاب قالت بأنه كاين بعض الجمعيات الحقوقية اللي ما عندهاش الإمكانيات ودابا كنتكلم على منظمة. نعم بطبيعة الحال مسألة الوسائل المادية أو اللوجستيكية هي تبقى مسألة كما أقول مسألة نقاش على مستوى الهياكل التنظيمية. عندما نتحدث عن منظمات اتحادات نقابات عن جمعيات مهنية حقوقية إلى غير ذلك نتحدث أيضا عن تمويلات بطبيعة الحال عن مالية خاصة بطبيعة الحال. الأكيد أن حتى بالنسبة لمشروع أو لقوانين المالية فهي تدرج لابن خالتها مسألة مالية النوع الاجتماعي بطبيعة الحال. وبالتالي فمسألة التنظيم أو مسألة اللوجستيك هي مسألة تبقى دائما واردة ولكن مسألة البحث عن الإمكانيات المتاحة وتطوير الإمكانيات المتاحة يستدعي بطبيعة الحال اعتماد أو رصد ميزانيات كافية لهذه الأمور بطبيعة الحال. استدعى إشرف العربي رئيس جمعية شمس للصحة العقلية والنفسية عضوة ديال منظمة المرأة وجينا لهذا النهار إن شاء الله باش نهضروا على العنف ضد المرأة لأن كل شيء الموضوع ديال الساعة الآن هو العنف ضد المرأة والشروع في تغيير المدونة ديال الأسرة. وكنعرفوا بأن المرأة الدور ديالها كبير في المجتمع بأن هي اللي كتربي وهي اللي كتولد وهي اللي والراجل كذلك راه عنده دور بطبيعة الحال. وأنا من الناس اللي ما كيشجعوا شي هذه المسائل كنبغيو باش تكون الرحمه والموده ما بين المراه والرجل وباش تكون المسائل تمشي في مسائل سلميه من غير القوانين والمحاكم وهذه المسائل كلها. ولكن الحمد لله مادام الواقع هكا داير راه خصنا نمشيو معاه ونعطيو لكل واحد لكل ذي حق حقه. نشوفوا المسائل اللي المراه تقدر ديرها راه غادي ديرها والمسائل اللي الرجل يقدر يقوم بها داخل المجتمع راه ما بجوش يعطيو واحد التوازن للمجتمع. ما يمكنش يكون المجتمع غادي وما يكونش توازن لما كانش المراه والرجل ان كل واحد يكن الاخر الاحترام القدر المطلوب من الاحترام باش المسائل يعني تكون فيها الموده والرحمه ويكون فيها يعني الخير للجميع. ولان نفكروا بان القضيه الا مشينا حنا كنتعنفوا كنبقاو بيناتنا كنتصارعوا كيكونوا الضحايا هما الاطفال داخل المجتمع وهذوك الاطفال راه هما اللي ابرياء وحنا اللي جبناهم للدنيا خصنا نقوموا بالواجبات ديالنا تجاههم وخصنا نقوموا بتربيتهم على احسن ما يكون. كذلك ما نزوجوش بنيتهما قاصرات او الطفلات بالاحرى نخليوها حتى تعى وتفهم وتعرف ما هو الزواج ما هي الاسره ما هي التربيه الى غير ذلك تقرا تدير يعني دبلومات ديالها تعتمد على راسها في الحياه. وكذلك الولد حتى هو ما يتزوجش هو عنده 18 عام ان هذا ماشي السن ديال لان هذا السن باقي صغير بزاف خصو شويه يعى ويتحمل المسؤوليه داخل الحياه. ان المسؤوليه ملي كيتحملها الانسان راه كيتحملها بجميع مسائلها داخل المجتمع. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.